السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شهادة اسمها Building Performance Analysis Certified، هتلاقي الرابط أسفل الفيديو. الشهادة دي قوية جدا، أنصح أي حد شغال في مجال البناء إن هو ياخدها. تكلفتها كام وأنا ليا نسبة قد إيه في الموضوع دوت؟ لا هي مجانا وأنا ماليش أي نسبة خالص، بس هي فيها معلومات كتير حلوة. هي شركة دوسك عاملاها، بتخليك يعني متعرف أكتر على البرامج بتاعتها، بس هي فيها شوية معلومات كويسة جدا بره البرامج وجوه البرامج، بتخليك فاهم يعني ايه التحليل المبنى وايه البرامج اللي كنت شغال عليها. كورس هايل، في ناس خلصته في فترة بسيطة مثلا 15 يوم، وفي ناس خلصتها في 3 شهور، بس حسب المعلومات اللي قبل كده. يعني لو انت مثلا مذاكر الريفت ومذاكر البرامج ديت ومعاك الليد، هتلاقي الموضوع سهل جدا، ممكن تخلصه في اقل من اسبوع. لو المعلومات جديدة كويس، هتاخد فيها معلومات كتيرة كويسة جدا. انت تدخل على الرابط وبعد كده بتقول له انا عايز ريجستر هير، سجلني عندك، وتبدأ يديك شوية معلومات، وبعد كده يمتحنك فيهم، وبعد كده يديك معلومات تانية ويمتحنك فيهم، تلاقي نفسك واحدة واحدة ايه اتقنت الكورس. هو فيه حاجات كتيرة جدا، لازم يبقى عندك حساب في اوتوديسك وتعمله اكتف بالايميل بتاعك، وتبدأ بقى درس ورا درس تبدأ تتعلم. انا خلصت الكورس وخدت الشهادة، بس بحس ان انا كل شوية لازم ارجع للكورس ده استفاد منه، لان هو فيه شوية معلومات كتير كويسة. اتمنى تستفادوا منه، وبالتوفيق بإذن الله.